يعرف الإعلام البرلماني كأحد مجالات الإعلام المتخصص، والذي يهتم بتغطية كافة أنشطة المجلس وأعضائه، ويناقش ويحلل كل ما يدور تحت قبة المجلس من مناقشات وآراء وقرارات لتعزيز ثقافة المشاركة والشفافية بين المجلس والمجتمع، وذلك بهدف إبراز جهود المجلس التشريعية والرقابية في مختلف المجالات والأصعدة عبر وسائل الإعلام المختلفة لتحقيق مبادئ المشاركة المجتمعية بين المجلس والجمهور عبر وسائل الإعلام المتجددة، بما يعزز الثقة بينهما. نتناول اليوم في حلقة خاصة عن الإعلام البرلماني في كتاب الإعلام والشهرة مع الكاتبة أحلام الحضرمية. كونوا معنا. ما يتم من جهود ومن ممارسة فعلية على المستوى الإعلامي بالنسبة للعمل البرلماني في سلطنة عمان بحاجة أن يعني خلنا نقول يوثق ويوضع في كتاب. هناك قاعدة إعلامية تقول أن قوة الإعلام من قوة المحتوى، عملية صناعة التأثير، وصناعة التأثير لا يمكن أن تحدث في فترة مؤقتة. عملية صناعة التأثير هي عملية مستمرة، يعني عندما أيضا يفهم المتلقي على سبيل المثال، أو حتى الناقل المعلومة سواء كان وسيلة إعلامية أو حتى يعني الممارس لها بشكل عام، عندما يعني يكون هناك يعني رأي ورأي آخر، الوعي يجعل الشخص المتلقي متقبلا للرأي الآخر وإن اختلف معه. أستاذة أحلام، سؤالنا الأول، رح نتحدث أو رح نتطرق إلى كيف التمست الحاجة إلى وجود أو إلى إصدار كتاب يعنى بالشورى والإعلام في سلطنة عمان؟ نعم، طبعاً جاءت دافع لإصدار هذا الكتاب هو من الجانب العملي، بحكم قربي أيضاً من أو خلنا نقول انخراطي في الجانب الإعلام البرلماني تحديداً من خلال مؤسسة الشورى في الفترة السابقة، وحقيقة لسنوات عدة يعني رأينا أن من المهم توثيق هذه المراحل، مراحل العمل، مراحل الممارسة الفعلية للشورى، وأيضا ما يقوم به الإعلام بمختلف أنواعه ومستوياته بالنسبة للعمل البرلماني يعني في مؤسسته. ووجدت أنه يعني أن الأمر أصبح ممارسة وليس تجربة، وأن هذه الممارسة حرية بأن توثق وأن يشار إليها بشيء من التحليل، ويتم الوقوف على تفاصيلها. وحقيقة يعني تعمدت أن يكون عملا بحثيا وليس يعني انطباعيا أو مقاليا، لأجل الوقوف على بعض التفاصيل لهذه الممارسة، وبالتالي الوقوف على ما يمكن تطويره منها في مختلف المستويات وفي مختلف أيضا وسائل الإعلام، سواء كانت وسائل الإعلام الحكومية أم الخاصة أم حتى الإعلام المؤسسة ذاتها. وأيضا ما شهده الإعلام من تطور في مسألة وجود منصات التواصل الاجتماعي، وأدوار أيضا منصات التواصل الاجتماعي وتداخل موضوع صحافة المواطن، كل هذه الأمور كانت حرية بأن يتم الوقوف عليها والخروج بخلاصة يعني تمحص هذا الواقع وتعطي صورة للقارئ وللباحث أيضا على حد سواء، صورة قريبة لهذا الواقع تفنده، وبالتالي يمكن يعني كل بدوره واختصاصه أن يقدم أكثر لتطوير هذه الممارسة الفعلية فيما يتعلق بأدوار الإعلام بالنسبة لي مؤسسة الشورى في سلطنة عمان تحديدا. جميل، إذن استندت على أن الإصدار يكون أقرب للإصدار الذي استند أو اعتمد على بحوثات وبحث وتقصي أيضا. نعم. نقدر نقول إيش أبرز الجوانب اللي مريت عليها خلال رحلة إصدار أو إنتاج هذا الكتاب؟ نعم، طبعا مثل ما أسلفنا هو عمل بحثي، والعمل البحثي بطبيعة الحال يمر أولا بوضع تصور يعني يحدد موضوع الكتاب، وأيضا يشير إلى جوانب يعني ربما بعضها تم التطرق لها في مثلا بعض البحوث والدراسات والاستعانة بها في موضوع الكتاب ذاته،
وأيضا يعني مسألة الحصول على المعلومة ذاتها، سواء كانت في الجانب النظري من خلال البحوث والدراسات السابقة، سواء كانت بشكل مباشر أو غير مباشر في الموضوع، الأهم أنها في يعني ذات العلاقة بالموضوع، سواء كان كموضوع يعني يعنى بالشورى أو موضوع يعنى بالإعلام، أو مواضيع وبحوث ومصادر تعنى بالإعلام البرلماني بشكل محدد. نقدر نأخذ تجربة بعينها قدرتي تستنتجي منها أو التمستي منها أنه أنا من هنا لازم أوثق؟ هل كان في تجربة معينة، موقف معين التمستي منه والله أنا أريد يعني أوثق هذه التجربة، أوثق نعم. هذا المشهد تحديدا؟ نعم، أنا مثل ما ذكرت يعني الجانب العملي كان هو الذي يعني خلنا نقول سلط الضوء أو جعلني أسلط الضوء على هذا الموضوع، لأنه وجدت أنه يعني ما يتم من جهود ومن ممارسة فعلية على المستوى الإعلامي بالنسبة للعمل البرلماني في سلطنة عمان بحاجة أن يعني خلنا نقول يوثق ويوضع في كتاب، يعني يقدم للقارئ صورة يعني مكتملة خلنا نقول لهذا العمل. طبعا وجدت من خلال المصادر، عودا على سؤالك من حيث موضوع المراحل التي مر بها هذا الكتاب وهذا البحث، يعني كانت واحدة من المراحل المهمة هو البحث في المعلومات وفي المصادر والمراجع، طبعا سواء كانت هذه المراجع أجنبية باللغة الإنجليزية على سبيل المثال أو حتى باللغة العربية، سواء كانت هذه المصادر عبارة عن دراسات وبحوث إضافة إلى بعض الإصدارات كتب وغيرها، إضافة إلى بعض المقالات أيضا. طبعا حقيقة لم أكتفي بها لأنها لم تكن يعني لأنه موضوع الكتاب متخصص في سلطنة عمان، وما وجدت من معلومات تتحدث عن الإعلام البرلماني في سلطنة عمان محددة في مواضيع يعني على سبيل المثال موضوع المشاركة السياسية للمرأة في الانتخابات تحديدا. هناك أيضا بعض البحوث تتكلم عن الصحافة البرلمانية بهذه الطريقة، لكن لم يكن هناك يعني خلنا نقول مراجع توثق أدوار الإعلام بشكل عام بمختلف الوسائل أو أنواع الإعلام، سواء كان خاص عام أو حتى إعلام المؤسسة ذاتها، لم يكن هذا العمل موثقا بالشكل المطلوب من وجهة نظري طبعا كباحثة. وجدت أنه من المهم أنه نقف على هذه التفاصيل ونضعها في قالب واحد، ولذلك استندت أيضا من خلال البحث في البحث ذاته على المصادر من الشخصيات العاملة في المجال، سواء كانت في المجال الإعلامي أم حتى في المجال البرلماني. وهذا اللي لاحظنا أيضا من خلال تصفح الكتاب أنه في قائمة ما شاء الله بالأسماء التي يعني ما شاء الله لها وزن كبير أيضا. نعم، حتى كانت حرصت يعني أنه تكون هذه الشخصيات التي تم مقابلتها لأغراض هذا البحث وهذا الكتاب أنها تكون أيضا يعني مغطية لجميع أنواع وسائل الإعلام الحكومية الخاصة، إعلام المؤسسة ذاتها، البرلمان، عندها اطلاع وتجربة بالضبط يعني. بالضبط، وعندها خلفية وتجربة أكثر من الخلفية لوحدها يعني. الجانب الآخر أيضا يعني هناك بعض المصادر التي ولله الحمد توفرت أيضا من قبل مؤسسة الشورى، سواء كان مجلس الشورى أو مجلس الدولة، فيما يتعلق ببعض الأعمال المرتبطة بهذا الموضوع بالجانب الإعلامي بالنسبة لي أو بدور البرلمان بالنسبة للجانب الإعلامي، الإعلام في سلطنة عمان. هذه أيضا الأعمال وهذه خلنا نقول التقارير وبعض المعلومات التي توفرت من خلال المؤسستين يعني ساهمت في يعني خلنا نقول في محتوى هذا الكتاب لأيضا تبيان يعني لاكتمال الصورة خلنا نقول بالنسبة للموضوع، لأن الكتاب لم يركز على أداة واحدة أو وسيلة واحدة، وإنما كان يتحدث في العموم من حيث دور هذه الوسائل، وقسمها طبعا إلى إعلام حكومي، إعلام خاص، إعلام مؤسسة، وإضافة طبعا إلى ما تبع ذلك من أدوار خلنا نقول منصات التواصل الاجتماعي وتفاعل المواطنين في هذه المنصات بالنسبة لأعمال المؤسسة. كان أيضا أضاف إلى 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 محتوى أو أدوار التي تقوم بها وسائل الإعلام تلك مع
مع ما يطمح إليه خلينا نقول المواطن من تفاعل عبر منصات أخرى مثل منصات التواصل الاجتماعي. ممتاز. إذا انتقلنا إذا السؤال الآخر، بالنسبة للإعلام الحكومي وإعلام البرلمان، أيهما تابع للآخر؟ أو إذا حورنا السؤال، كيف يعمل يعني الإعلام البرلماني على دعم الإعلام الحكومي والعكس أيضا؟ نعم، طبعا أول شيء نعرف إنه الإعلام الحكومي هو الإعلام الذي يتبع والذي يعني خلنا نقول يتبع سياسة الحكومة. البرلمان، الإعلام البرلماني هو خلنا نقول هو الذي يسلط الضوء في محتوى على العمل البرلماني. ينبغي أن يكون أيضا له يعني طبعا هو يتماشى مع سياسة الدولة. والإعلام الحكومي والإعلام البرلماني هما معا تحت مظلة إعلام الدولة، فهذه الفرق يعني مبدئيا نقطة الالتقاء. نعم، فهما يكملان بعض، يحققان يعني، لأنه البرلمان يمثل المجتمع والحكومة هو الجهاز الذي يقدم للمجتمع يعني مسؤولياته وواجباته تجاهه من خلال المؤسسات المختلفة. وهذين البرلمان والحكومة يعملان بشكل متكامل تحت مظلة الدولة، ونقيس عليها أيضا بالجانب الإعلامي. هناك يعني سياسة إعلامية للدولة يعني يجتمع فيها ويتكامل فيها الإعلام الحكومي والإعلام البرلماني، فهما ليس يعني ليس واحدا يتبع الآخر، وإنما هما مكملان بعضهما، يتبعان سياسة الدولة في العموم. نعم. إذن نقدر نستخلص من هذه الإجابة أن الاثنين يعني المصالح التي يسعون إليها أو يعني تخدمهم أيضا هي تحت مظلة الدولة. نعم. ممتاز. إذن ننتقل بهكذا إلى سؤال آخر، يقول كيف يحقق كل منهما مصلحة الآخر؟ قد يكون يعني هذا السؤال شوي قريب، لكن أريد أعرف تفصيليا أن مثلا الإعلام الحكومي إيش الشيء الفعلي اللي حققه للإعلام البرلماني؟ نعم. وأيضا الإعلام البرلماني إيش هي النقطة اللي نقدر نقول قد تغيب على الأنظار يعني؟ نعم، هو طبعا عشان نجيب على هذا السؤال يعني نوضح أنه من واقع يعني ما نقول تجربتك، من واقع خبرتك في العمل ضمن نعم الإعلام البرلماني. نعم، هو بطبيعة الحال يعني عمل الحكومة هي تنفيذ السياسات العامة، تقديم ما هو يعني يحقق الرفاه الاجتماعي وغيره للمواطن، ومن خلال المؤسسات هناك سياسات، هناك خطط، هناك دور البرلمان تجاه هذه الأعمال كلها وهذه السياسات هو متابعة تنفيذها على الوجه الأكمل، واقتراح ما يمكن تقويمه وما يمكن تطويره منها بما يحقق المصلحة العامة للوطن والمواطن. الإعلام هنا دوره هو دعم هذه الجهود سواء كان لدى الحكومة أو لدى البرلمان. فالإعلام دوره إبرازها، دوره أيضا توضيح يعني هذه التفاصيل، هذه الأمور بالنسبة للمواطن حتى يكون واعيا بما يقدم له، بما بحقوقه، بواجباته أيضا. وبالتالي يعني يحقق الإعلام دائما نظرية الرأي والرأي الآخر، بما يسمى بالتدافع بالرأي والرأي الآخر. من خلال هذه العملية كلها وهذه الممارسة الإعلامية يعني تتلاقى الرؤى، تتلاقى الأفكار، تتلاقى أيضا الطموحات. يستطيع المواطن أن يصل برأيه إلى صانع القرار في الحكومة، يعني بوابته. الإعلام الحكومي قد يكون وسيلة أيضا لنقل صورة المواطن إلى البرلمان. هو البرلمان هو الذي ينقل صوت المواطن إلى الحكومة. الحكومة بطبيعة الحال لها أدواتها في الوصول إلى المواطن، في الاستماع له، في كذا. واحدة من أيضا الأدوات المتاحة للمواطن اللي هي المؤسسة التمثيلية له، اللي هي تسمى دائما صوت المواطن، تسمى في بعض المصطلحات صوت الشعب. يعني فتصل بهذه الأفكار، بهذه المقترحات، بهذه الآراء، بالطموحات أيضا إلى الجانب الآخر، تناقش على طاولة برلمانية سواء كان في اجتماعات سواء كان في جلسات
على مستوى الأعضاء جميعهم أو في اجتماعات على مستوى لجان مشكلة متخصصة في كل في مجاله. يعني يأتي المسؤول إلى البرلمان يستمع إلى الأعضاء الذين يمثلون المواطن، الأعضاء تم اختيارهم من المواطنين، وبالتالي هم لديهم مسؤولية نقل هذه الصورة ونقل هذا الصوت ونقل هذه الطموحات والآراء والمقترحات كذلك، بما يقود السياسات التي تتبناها الحكومة، بما يقود الخطط سواء كانت الخطط الخمسية أو الخطط السنوية، وعلى مستويات مختلفة سواء كانت اقتصادية، اجتماعية، ثقافية وغيره. يعني طيب، هل يتم نقل هذه الملفات بالصورة الصحيحة أم لا تزال هناك ثغرات يعني معينة؟ وإذا كانت هناك ثغرات أو احتياجات معينة كيف نقدر تكلمين عنها يعني؟ وطبعا من حيث من ناحية عملية خلنا نقول برلمانية بحتة، يمكن ربما يحتاج هذا بحث يعني مختلف، لكن من ناحية إعلامية أنا أتوقع أنه كيف ممكن أنه يعني هل يؤدي الإعلام دوره في نقل الصورة بالنسبة لعمل المؤسسة البرلمانية أو المؤسسة الشورية؟ هل ينقل أدوار الأعضاء بالنسبة لقضايا المجتمع؟ هل يمثل فعلا العضو صوت المواطن في تحت قبته أمام الحكومة؟ هل يقوم بها؟ هذا الشيء يعني يمكن طرحه، يعني دراسته من خلال ما يلعب الإعلام، يعني سواء ما يقوم به الإعلام سواء كان برامج، سواء كان ما يتيحه من معلومات تتوفر لديه للمتلقي، سواء كان هذا المتلقي يعني متلقي عام أو متلقي يعني ينشد مثلا معلومة معينة أو تخصص معين أو سياق معين. يعني هنا ممكن النظر فيها تحليل المحتوى الإعلامي بالنسبة للعمل البرلماني، هل هو يغطي هذه هل يجيب على استفسارات المواطنين قبل أن يسألها؟ هذا أيضا ممكن من خلاله نقول إذا كان الأمر بالنسبة للمتلقي أنه هو الصورة غير واضحة، غير مكتملة، الصورة يعني فيها نوع من يعني خلنا نقول القصور في حصوله على المعلومة بالنسبة لأدوار المؤسسة التي تمثله التي اختار أعضاءها، هنا يمكن النظر إذا كان هناك فعلا تقصير أو لا من الناحية الإعلامية. فما يقدم من الإعلام إذا كان يجيب على ما يتبادر في أذهان المواطن من أسئلة، من استفسارات حول أدوار المؤسسة البرلمانية، حول قضايا المختلفة، فنستطيع أن نقول بأنه يؤدي دوره بالشكل المطلوب كإعلام. وإن كان لا يجيب فنستطيع أن نستنتج بأنه يحتاج إلى مزيد من التطوير، مزيد من ممارسة أدواره بشكل أفضل لكي يحقق الهدف الأساسي من وصوله إلى المواطن. طيب ووصول المعلومة، أستاذة، من خلال استنتاجاتك أنت الشخصية، بوجهة نظر شخصية أيضا، هل تحسي أن في نقلة نوعية صارت في النقل الإعلامي الحكومي خاصة للمجالس البرلمانية؟ نعم. هل الجودة اختلفت يعني من نقدر نقول الفترة السابقة إلى الآن؟ نعم، أنا ما لاحظته من خلال الدراسة في هذا البحث يعني أنه هناك يعني تذبذب، تأتي فترة يعني يتصاعد دور الإعلام فيها، تأتي فترة يخفت دور الإعلام. ماذا تحسي؟ وش هي العوامل؟ هو طبعا شوفي، هناك قاعدة إعلامية تقول أن قوة الإعلام من قوة المحتوى، فأنا أؤمن بهذه القاعدة بشكل كبير حقيقة يعني. ويعني من خلال البحث وجدت أنه في فترات عندما ينشط عمل يعني تنشط عمل المؤسسة البرلمانية يعني ينعكس هذا على يعني المحتوى الإعلامي المقدم أو أدوار المؤسسة أو تفاعلها خلنا نقول مع عمل المؤسسة الشورية. الجانب الآخر أيضا المساحات الموجودة المتوفرة، يعني تأتي فترات على سبيل المثال، لو قسنا مثلا على سبيل المثال الفترة السابعة لمجلس الشورى اللي هي الخامسة لمجلس عمان بشكل عام، هذه الفترة شهدت نشاط وحراك إعلامي كبير. من سنة كم؟ اللي هو 2011 إلى 2015 كانت هذه الفترة. من خلال التحليل كان في نشاط كبير يعني إعلاميا،
تفاعل من وسائل الإعلام مع المؤسسة، تفاعل المؤسسة أيضا مع وسائل الإعلام. هذه الفترة يعني جاءت يعني بعد أحداث الاعتصامات، أحداث 2011 كان فيها تغييرات كثيرة على المستوى بالضبط. هي طبعا كانت التغييرات على مستوى يعني مستوى الدولة بشكل عام، سواء على مستوى قوانين، على مستوى الحياة الاجتماعية، على مستوى الحياة الاقتصادية. هذا الشيء كله، هذا الحراك يعني شهد تفاعل من المؤسسة مع الإعلام والعكس. فنجد إنه هذه الفترة كان الزخم الإعلامي كبير بالنسبة للعمل البرلماني، وهذا أيضا يدلل على إنه يعني كل ما كان هناك تفاعل من الجانبين كل ما كان هناك قوة في ممارسة أدوار الإعلام بالنسبة للعمل البرلماني. إذن مصدر القوة الأساسي نقدر نقول هو البرلمان نفسه، هو اللي يفرض نفسه على وسائل الإعلام وعلى الإعلام الحكومي. والعكس صحيح أيضا، أحيانا يعني بشكل كبير نعم، إنه المحتوى الموجود العمل كلما كان يعني هناك جهد، هناك يعني اهتمام كبير، هذا بلا شك سيصنع تفاعل، يعني يفرض نفسه الموضوع. أيضا وسائل الإعلام وجودها، حجمها، يعني قوتها أيضا من ناحية الإمكانات، يعني صناعة المحتوى بالنسبة للإعلام نفسه، وسائل الإعلام هل لديها مثلا رغبة في صناعة محتوى يعني متخصص في هذا الجانب، هل الأدوات متوفرة بشكل عام عندما نتكلم بالصورة الأشمل يعني. فإذا وجدت هذه الجوانب فأنا أعتقد أنه أيضا المساحات، مساحات التعبير، مساحات الكتابة، مساحات أيضا خلنا نقول يعني الاهتمام أيضا حتى على مستوى الاهتمام بالموضوع نفسه. يعني خلال حتى الفترة الأخيرة أساسا لاحظنا أنه في يعني نقدر نقول تغيير ملموس، يعني في مثلا اتجاهات حتى من الإذاعات الخاصة الحين أنه تصير في تغطية أقرب للمجالس، حتى بعد انتهاء الجلسات يصير في لقاءات، يتم مثلا حتى مراتين أنه تفنيد للأحداث أو الجلسات النقاشية اللي صارت حتى داخل الجلسات نفسها، يعني بالضبط. ما بعد الجلسات نفس الشيء، يعني ما نحكر فقط موضوع دور الإعلام في العمل البرلماني نفسه، بمعنى أنه فقط ما الذي تقوم به هذه المؤسسة، المجالس البرلمانية نفسها. يعني أيضا في فترة الانتخابات هذا أيضا يصنف جزء يعني من إعلاميا، يعني تغطية الانتخابات، التوعية بأهميتها، التوعية بأدوار المواطنين بالنسبة للعمل السياسي في الدولة، كل هذه الأشياء تصنف أيضا من ضمن يعني في ذات الإطار يعني أدوار مهمة. يعني حتى نشهد في فترة الانتخابات تفاعل كبير من المواطنين في متابعة وسائل الإعلام، نشهد أيضا تفاعل وسائل الإعلام مع الانتخابات نفسها. يعني نلاحظ أنه كثير برامج، يعني كثير عمل إعلامي بشكل عام، سواء كان على مستوى الصحافة، على مستوى التلفزيون، على مستوى الإذاعات وغيره، حتى على مستوى الكتاب، يعني كتاب المقالات مثلا على سبيل المثال، يهتمون بشكل كبير عن الحديث عن المؤسسة، الأعضاء، أدوارهم، كيف ممكن تطوير هذه المؤسسة، التحديات التي تواجه، سواء كان المؤسسة تواجه الأعضاء، تواجه المواطن، بشكل عام يعني الحديث عن العملية الانتخابية وسياقاتها وتفاصيلها وإطارها بشكل عام. أيضا هذا جانب جدا مهم، لأنه واحدة من الأمور المهمة التي ينبغي أن تكون بشكل مستمر ولا تقتصر فقط على فترة الانتخابات هو الوعي بأهمية المشاركة السياسية من خلال الانتخابات. هذا الوعي يعني لا يتم في خلال يعني شهر وشهرين، إنما هو عملية مستمرة. كيف؟ يعني تكون حتى أثناء العمل البرلماني، طبعا العمل البرلماني عادة مدة كل فترة 4 سنوات، فإذا كانت زخم الإعلامي يعني يصير في فترة الانتخابات كل 4 سنوات شهر شهرين ثلاثة، فيعني ما راح يكون مؤثر. يعني والعمل الإعلامي واحدة، يعني حتى يعني نحن نعرف الإعلام على أنه عملية صناعة التأثير، وصناعة التأثير لا يمكن أن تحدث في فترة مؤقتة. عملية صناعة التأثير هي عملية مستمرة، وينبغي أن تكون من خلال يعني مختلف يعني الأدوات المتاحة. مختلف الأدوات، وأيضا في مختلف الأوقات.
ويعني تركز على العمل البرلماني، تركز على الانتخاب اللي هو الاختيار الأمثل والترشح المناسب، تسلط الضوء أيضا على جوانب أدوار أيضا المواطن خلال الفترة البرلمانية، وليس فقط أدوار المواطن في الانتخابات فقط، والعكس صحيح أيضا. اختيار يعني أدوار الأعضاء يعني خلال الفترة كلها، وليس فقط في فترة قرب الانتخابات أو نهايتها على سبيل المثال. فهذا أيضا جانب مهم يجب أيضا على وسائل الإعلام أن تعيه بشكل كبير. وفي المقابل أيضا يعني نتمنى دائما أن يكون هناك تفاعل مستمر أيضا من سواء كان من قبل المواطنين أو من قبل المؤسسة البرلمانية مع وسائل الإعلام، حتى فعلا يعني يتحقق الهدف من يعني زيادة الوعي بالنسبة للعمل البرلماني، لأنه هو العمل البرلماني هو عملية الدفع خلنا نقول الدفع بالأمور إلى أفضل حالاتها. فهذا الشيء بدون الإعلام ربما لن يكون بارزا وواضحا، وبالتالي يجب الإعلام أن يمارس دوره هنا في هذا الجانب. هو الهدف أكيد حيكون تطوير تنموي مجتمعي، فبدون الإعلام ما رح يكتمل. طبعا هو راح يكون خلنا نقول ربما هو يكتمل كعمل، لكن لن يكون واضحا ومقنعا ومؤثرا، ويعني خلنا نقول لابد من هذه العملية أنها تكون بالضبط ظاهرة للشعب بالضبط يعني للمواطنين بالضبط، لأنه هدف العملية أنه تمت في هذه الفترة عملية الانتخاب، بعد ذلك تم اختيار الأشخاص، بعد ذلك تم انتقاء القوانين أو المناقشات التي سيتم التطرق إليها، والنتائج والخلاصة التي تم أيضا الاتفاق عليها وهكذا يعني. بالضبط بالضبط، فهي عملية متواصلة ومتكاملة، سواء كانت من الإعلام، سواء كانت من المؤسسة البرلمانية، أو حتى من المواطن اللي هو أساس الموضوع يعني. فأنت يعني أنت الذي تختار من يمثلك في هذه المؤسسة، والعضو يعني تم اختياره، وبالتالي عليه العبء الكبير في يعني أن يقوم بإيصال صوت هذا المواطن الذي اختاره يعني بالطريقة المناسبة. أيضا يعني المؤسسة ذاتها يعني إيمانها بأهمية الإعلام وتشاركيته والتفاعل معها، والعكس صحيح، هذا الشيء رح يجعل العمل أكثر وضوحاً بالنسبة للمواطنين الذين تمثلهم هذه المؤسسة. لو تكلمنا أكثر عن العوامل التي قد ترفع مثلاً من زخم العمليات الانتخابية لفترة معينة من الفترات، وانخفاضها أيضاً في فترة أخرى، في فترة ثانية يعني، إيش هي العوامل اللي ممكن ترفع من هذا الزخم؟ أنه تحصل مثلا فترة من الفترات الانتخابية أو من الفترات البرلمانية منتعشة جدا، في فترة أخرى نحصل في تقاعس، في ملل خاصة من فئة الشباب. هل نقدر نقول لأنه مثلا ما تم تلبية مطالبهم، أو كان توجه الأشخاص الذين تم انتخابهم مثلا لمجلس الشورى لا يلبي الصورة فعليا اللي هم يحتاجوها، أو لم يتم إيصال أصواتهم بشفافية كافية حتى يتم تطبيقها؟ نعم، إذا كنت تقصدي تفاعل المواطن تحديدا يعني في إعلاميا، أو خلنا نقول متابعته يعني لعمل المؤسسة، أنا أعتقد واحدة من العوامل المهمة هو مدى أهمية الموضوع بالنسبة للمواطن. يعني احنا لما نتحدث مثلا عن موضوع يمس الجانب الاقتصادي على سبيل المثال، او يمس الجانب الاجتماعي بشكل مباشر، فمن الطبيعي ان يكون تفاعله كبير ومختلف على منصات التواصل، عن طريق وسائل الاعلام المختلفه، الادوات المتاحه يعني. يعني يتابع حتى المؤسسه ذاتها، الاعضاء انفسهم، يكون حريص انه يتحدث معهم، يصل برايه اليهم. فأنا أتوقع أنه قرب الموضوع وملامسته بشكل مباشر للمواطن، يعني المواضيع التي تلامس حياته بشكل مباشر، أعتقد أنها يعني عامل رئيسي ومهم في تفاعله مع هذا العمل. الجانب الآخر يعني الإعلام نفسه، الكيفية التي يطرح من خلالها هذه الموضوعات، يعني هل يطرحها بطريقة يعني عادية جدا لا تجذب المتابع للمشاهدة مثلا والتفاعل، نقدر نقول نفس اللي ذكرتيه في السطور من أجزاء الكتاب، أنه عملية نقل أخبار فقط
عملية نقل خبر وليس عملية تفاعلية فيها أخذ بالضبط. يعني مثلا أنا عندما أتحدث عن مثلا خلنا نقول مشروع قانون مشروع قانون، أنا عندما أنقله كخبر يختلف عندما أنقله كموضوع. فإذا كان القانون مثلا يتحدث عن يعني لابد يكون موضوع قابل لل مثلا التفاوض. نعم، وهذا الطريقة وهذا دور الوسائل الإعلام في أنها تختار الطريقة المناسبة لنقل الموضوع. يعني ليس بصيغة خبرية عادية، لأنه سيظل خبر غير يعني لإخطاره أنه تم مناقشة مشروع قانون. لكن عندما نتحدث عن صناعة محتوى، عن الطريقة التي ننقل فيها الموضوع ويعني تجذب المتلقي إلى أنه يتفاعل مع هذا الموضوع، لأنه نقل إليه بالصورة التي هو خلنا نقول يريدها أو بالطريقة التي تجعله يتفاعل معها، لأنها تلامس خلنا نقول احتياجاته، تلامس رغباته، تلامس أيضا طموحه في 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 الموضوع نفسه هذا أو في المؤسسة. هل نقدر نقول هذا مثلا تم تفعيله فعلا في مثلا الإعلام الخاص، ولكن لازال الإعلام الحكومي يعني نقدر نقول متأخر عنه بمراحل، أو هناك تطور؟ هو ما ممكن نقيسها بأنه متأخر أو متقدم، لأنه المقارنة خلنا نقول مختلفة. يعني أنا لما أقارن إعلام خاص لديه مساحة، أدوات الإعلام الخاص والحكومي تختلف قصدك؟ هي حتى سياستهم، يعني هنا في مساحة هنا يعني أريحية أكثر لدى الإعلام الخاص. الإعلام الحكومي يعني يتكلم أو مساحته مختلفة عن مساحة الإعلام الخاص، وإن تشابهت حقيقة يعني، ولكن تظل مختلفة إلى حد ما، وبالتالي لا يمكن أن نقارن الاثنين ببعضهم البعض. لكن أنا ممكن أقارن وسيلتين خاصتين أو وسيلتين حكوميتين مع بعضهم البعض، وأقارن هنا مدى قدرة الأولى مثلا على أنها تحدث تأثير وأن تصل بالمعلومة وتخلق تفاعل مع المواطن، والعكس والمواطن يتفاعل معها. فهنا أستطيع أن أقارن وتكون مقارنة عادلة خلنا نقول. لكن أنا أقارن مؤسستين مختلفات من حيث المساحات، من حيث حتى الإمكانات بالمناسبة، يعني من الصعب. السياسات أيضا مختلفة بالضبط، المساحات، السياسات، الإمكانات أيضا مختلفة، فبالتالي لا نستطيع أن نقارن. سوف لن نكون عادلين لا مع هذه ولا مع تلك. لكن إذا كنا نريد أن يعني نقارن بأشياء متشابهة خلنا نقول، أو خلنا نقول لديها نفس الظروف ونفس العوامل، يعني ماشيين في نفس السياق، لديهم نفس الظروف، نفس العوامل، نفس العناصر خلنا نقول، وبالتالي نستطيع أن نقارن يعني بينهن، ونشوف هل هذه المؤسسة أفضل من الأخرى، ولماذا، وإيش هي العوامل، وكيف ممكن نطور هذه، ولماذا هذه القناة مثلا أو هذه الوسيلة تفاعل المواطنين أكثر معها عن غيرها. هنا يعني ندخل في سياق أيضا يعني نتيجة الوسائل تعددها، الحين صار في تنافس بعد في استطلاعات شارع، في استطلاعات للمواطنين، في أماكن الانتخاب، في تقارير، إيش أقول لك، مرات تجيب مواضيع يعني تفاعلية تلمس حاجة المواطنين في موضوع أو مشروع قانون معين فعليا. فهنا يتم التطرق إلى مثلا أشياء لم تتطرق إليها وسائل أخرى. نعم، هو عاد يختلف بهذا الشكل. يعني أحيانا هناك أيضا لا يمكن أن نخفي هذا الجانب، بعض الوسائل الخاصة خلنا نقول ربما تبحث عن ما خلنا نقول ما يثير حفيظة المتابع بغض النظر سلبي أو إيجابي، ولكن هذا الشيء، هذه الوسيلة يعني موجودة طبعا ومتاحة، وهو ربما نشهدها أحيانا في منصات التواصل الاجتماعي أكثر، يكون إيجابي أكثر. طبعا بالنسبة لل هناك طرائق مختلفة تتبعها وسائل الإعلام بطبيعة الحال في جذب الجمهور، وهذا أمر متاح يعني بطبيعة الحال، لكن قد يكون أحيانا نتائجه عكسية، قد تكون إيجابية يعني أو العكس، فهذا يعتمد يعني بطبيعة الحال. لكن دائما الجمهور ما يحاول أن يتبع أو يتفاعل مع مثل هذه الأمور التي تلامس فعلا يعني خلينا نقول احتياجه، وإذا أثيرت بطريقة أو بأخرى يعني يصير تفاعله أكبر فيها. طبعا احنا لا نتحدث عن نحدد انه سلبي او ايجابي، لكن نتكلم في عموم النقطه هذه، انه هذا واحد من الاساليب المستخدمه
التي أيضا ينبغي الحذر فيها حقيقة. إذا لم يكن هناك حذر فربما تكون نتائجها عكسية أكثر مما تكون إيجابية. ربما ينظر لها من بعيد أنها إيجابية بحيث أنها تخلق تفاعل وإلى آخره، لكن يعني استخدامها يجب أن يكون بحذر بحيث أنه يعني ما تصير إلى 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 جوانب عكسية يعني. أيوة، يمكن نقول إحنا بعد الاعتماد على إيصال المعلومة كاملة بعض الأحيان، لأنه في بعض الوسائل نعم تكتزئ المعلومة. نعم تكتزئ المعلومة بالضبط. من هنا قد يثار الموضوع أكثر بطريقة سلبية بالضبط. عكس لما تثار على وجه أكمل ومع مصادر موثوقة أكثر. هنا أيضا يأتي موضوع الوعي، وعي المتلقي. يعني عندما يستمع إلى معلومة معينة يعني يدرك أنه هذه المعلومة مدى صحتها، مدى هل هي معلومة مكتملة، هل هي مقنعة منطقية هذه المعلومة أم لا. فأيضا لا 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 نحمل أيضا الوسيلة الإعلامية فقط المسؤولية، ولا نحمل أيضا المؤسسة يعني مصدر المعلومة أنه هي لم تعطي معلومة مكتملة. ربما أحيانا عملية النقل لم تتم بالطريقة الصحيحة، اكتزاء المعلومات لسبب أو لآخر قد يؤدي إلى 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 نتيجة سلبية. بالتالي أيضا يجب أن يكون هناك من الطرف الآخر واجب على المتلقي أن يكون واعيا للمعلومة التي يتلقاها ويفندها، يفند مدى صحتها، يبحث في مدى منطقيتها أيضا، لأنه كل ما يصل إليه يعني يرسخ في ذهنه وبالتالي يكون وعيه ويكون إدراكه بالنسبة للموضوع، للأشياء اللي من حوله، وخاصة عندما نتكلم عن موضوعات تمس يعني المجتمع على سبيل المثال. يجب أن يتحرى المتلقي مثلما يجب أول شيء على الوسيلة الإعلامية أن تتحرى أيضا المعلومة قبل نشرها، فالمسؤولية مشتركة من جميع الأطراف. نعود لنقطة مشابهة أيضا، هل تعد مشاركة الناس عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول أدوارهم يعني مؤثرة في العمل البرلماني؟ مثل ما نعرف أنه الوعي الحين بالأدوار المواطن كمواطن كحقوق وواجبات صار مرتفع أكثر، يعني بالتالي هالشيء قد يزيد من مطالبه، قد يزيد من إيش نقول، قد يرتفع سقف التوقعات أيضا، يرتفع سقف المطالب، يرتفع سقف معايير الاختيار للأشخاص الممثلين لهم في هذه المجالس البرلمانية. كيف ممكن هذا يؤثر على أداء المجالس البرلمانية مع نفسه؟ هو بطبيعة الحال الوعي في عمومه هو أمر إيجابي. الوعي دائما يقود إلى يعني أولا إلى فهم الموضوع وسياقاته. ثانيا كيف يكون كأداة نقدر نعم نقول نعم يعني عندما أيضا يفهم المتلقي على سبيل المثال أو حتى ناقل المعلومة سواء كان وسيلة إعلامية أو حتى يعني الممارس لها بشكل عام، عندما يعني يكون هناك يعني رأي ورأي آخر، الوعي يجعل الشخص المتلقي متقبلاً للرأي الآخر وإن اختلف معه. فالوعي في أصله إيجابي لأنه يوضح الصورة، يجعلك تتقبل الطرف الآخر وإن اختلف معك. الوعي أيضاً يصنع حالة من خلنا نقول يعني من التوازن في حتى في طرح الموضوع، في طرح في 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 التعاطي معه، سواء كان مع مختلف يعني خلنا نقول الأطراف أو الجهات، سواء كانت مؤسسة برلمانية، سواء كان متلقي عادي مجتمع، أو حتى مع وسيلة إعلامية بشكل عام. طرح الموضوع، التعاطي معه، إذا كان بوعي فبلا شك سيكون هو يعني أمر إيجابي ينعكس على جميع الأطراف بطريقة إيجابية. أكيد. مسألة زيادة نخصص السؤال أكثر، كيف يعمل هذا الشيء كأداة لتطوير عمل العمل البرلماني؟ نعم، الوعي بطبيعة الحال يجعل الشخص مدركا لأبعاد الموضوع أولا، ملما به، وإذا كان قادرا أن يعني ينظر إلى أبعاده وملم بجميع تفاصيله فهو يستطيع أن ينظر إلى الزوايا الأخرى، ينظر إلى الحلول الأخرى التي ممكن أن تضع هذا الموضوع يعني أو تضع هذه القضية خلنا نقول في أفضل حالاتها. يعني يستطيع يعني المواطن الواعي
أن يتفاعل بإيجابية وأن يضع رأيه بالطريقة التي يعني حتى تتمناها المؤسسة بالمناسبة، يعني عندما يطرحها بطريقة، يطرح حلول، يطرح مقترحات معينة، لأنه بطبيعة الحال أكثر من جهة تدخل في ذات الموضوع معناته هناك تعدد آراء، تعدد الآراء إذا لم يكن هناك وعي سوف يجعل الأمر سلبي، لن أتقبل الطرف الآخر، أنا أنظر إلى نفسي أني أنا الصح وهو مخطئ، لكن إذا كنت واعي فأنا أفند الخطأ ويعني أقدم المنطق، أضع الحلول، إذا كان الطرف الآخر أيضا واعيا لهذا الأمر متقبلا لرأيي هو أيضا يعني نستطيع معا أن نوجد حلا وسطا، وبالتالي نطور هذا الموضوع الذي يعني نجلس نحن على طاولة واحدة. ننتقل إلى سؤال آخر، هل ينقل إعلامنا الواقع البرلماني كما يجب؟ يعتمد لما نقول الإعلام البرلماني فنحن عن من نتحدث؟ ممكن هل نأخذ الإجابة بكل شفافية يعني؟ يعني هل ينقله كاملا، هل ينقله بالطريقة أو الإجابة أو السؤال خلنا نقول بطريقة أخرى، هل هو ينقله كما هو أو كما يريد المتلقي؟ هناك فرق يعني يعني أحيانا حاجة المتلقي مرات تكون يعني، أنا دعيني أضرب مثال يعني أحيانا في المؤسسة مثلا البرلمانية عندما تناقش مشروع قانون، مشروع القانون أحيانا وفي غالب الوقت يصنف على أنه سري لأنه مشروع، فهذا وجهة نظر المؤسسة، في جوانب تصير يعني مخفية عن لا هي ليست مخفية بمعنى صح، لكن أنا لما أناقش مشروع يعني هذا يعني موضوع، هناك أيضا سياسة للمؤسسة، هناك بطبيعة الحال طريقة معينة أو آلية في مناقشة الموضوع، متى يمكن الخروج بالتفاصيل ومتى يعني مثلا في البدايات ربما لا يتم الحديث عنه، ربما عندما تكتمل الصورة يتم طرح بعض الموضوعات مثلا في التفاصيل، يتم على مراحل معينة ربما، يعني أنا أتكلم بشكل مصلحة المجالس البرلمانية أيضا، هو هذه سياسة مثلا أو الآلية التي تتبع على سبيل المثال، أنه عادة يصنف القانون أو مشروع القانون عفوا على أنه يعني في مراحل المناقشة أنه لا تذكر تفاصيله على سبيل المثال، فعدم ذكر هذه التفاصيل لما نجي نسأل المواطن على سبيل المثال يقول لك لا أنا أريد أعرف، أنا من حقي أعرف التفاصيل، فهذا طموحه هو أو هذا رغبته أو هذه وجهة نظره أنه هو يريد أن يعرف التفاصيل، هنا عمل مؤسسة تقول لك أنا أيضا لدي وجهة نظر أنه هذا مشروع ليس الوقت المناسب أن أنا أطرح تفاصيله الآن، يعني الصورة لم تكتمل بعد يعني. بالضبط، لأنه لا زال في النقاش، لا زال أخذ ورد، لا زال في تعاطي، لا زال كذا، وهذه مختلفة. إذا قلنا نحن وجهة نظر المصلحة الجمعية نقدر نقول من هذا الأمر أنه ما يتم التصريح عنه بشكل، هو هذه خلنا نقول يعني خلنا نقول هذا في خلاف يعني واختلاف، ففي يعني في ناس يؤيدوا هذا الأمر وفي آخرين لا يختلفوا معه، يقول لك يعني هو ينظر أنه من حقه أن يعرف هذه التفاصيل، وهناك أيضا وجهة نظر أخرى لأن أنا الآن لازلت في لازال الموضوع قيد الدراسة وتفاصيله غير منشورة ومتغيرة، يعني ما يأتي الآن كمشروع ليس هو ما سيخرج مثلا على سبيل المثال في الخلاصة أو في النهاية، بالتالي هذه وجهة نظر موجودة لدى المؤسسة على سبيل المثال. أيوة. وفي الجانب الآخر هناك وجهة نظر، وهذا يعني هو يرى حق مشروع أن أنا أعرف هذه التفاصيل، فما ممكن القياس أنه هذا خطأ وهذا صح، هي عملية يعني كل طرف له أسبابه وله وجهة نظره المنطقية بطبيعة الحال يعني. أيوة. نعم. وكل يتبع مصلحته الأساسية. إذن بهكذا ننتقل إلى سؤال أخير، هل يوجد مشاهد من الواقع نستشهد بها كأدلة لنجاح العمل البرلماني في سلطنة عمان والتغطيات الإعلامية خاصة لتغطية العمل البرلماني في السلطنة؟ هو لا نستطيع أن نضع إجابة واحدة موحدة لجميع التفاصيل، ولكن لو دخلنا إلى بعض الجوانب مثلا على سبيل المثال لما أتحدث عن العملية الانتخابية، ما نشهده وخاصة في الفترة الأخيرة حقيقة أن هناك تغطية إعلامية متواصلة ويعني خلنا نقول منتظمة، ويعني أوصلت الجهد بشكل كبير، أوصلت المشاركة بشكل أفضل، رغم أنها كانت الفترة الأخيرة كانت إلكترونية بالكامل، لكنها أيضا أعطت يعني صورة
لواقع هذه العملية، وكانت يعني متتبعة لتفاصيل العملية خاصة في يوم الانتخابات على سبيل المثال. حتى في الفترات السابقة، الانتخابات السابقة، كانت تغطيتها دائما يشهد لها بأنها تغطيات حقيقة يعني خلنا نقول ممتازة بشكل عام، يشارك فيها جميع وسائل الإعلام الداخلية والخارجية، كل العملية واضحة وتظهر لل يعني تصويت الناس، ذهابهم إلى المراكز الاقتراع والتفاصيل هذه كلها. هل توجد أوجه مقارنة معينة إذا تكلمنا عن مثلا فترات مختلفة في داخل السلطنة وفترات نقول انتخابية أو اللي هي تخص المجالس البرلمانية داخل وخارج السلطنة؟ أنا حقيقة ما أقدر أجيب على هذا السؤال لأني لم أدرس هذا الموضوع عن قرب، لكن ما شاهدته مثلا على الانتخابات الحالية في عمان، يعني أتليست الفترتين الأخيرات، يعني أستطيع أن أكون رأي كما ذكرته يعني، لكن لا أستطيع أن أقارنها بتجارب انتخابية أخرى لأني حقيقة لم أتبحث بشكل خلنا نقول كبير، يعني لا أريد أيضا أن أهضم سواء تجربة هنا أو هناك يعني، لكن أتوقع أن هذا الموضوع جدير بالبحث ومن متابعتنا للانتخابات في عمان. هناك أصداء خارجية تثمن يعني طريقة الانتخابات الموجودة، خاصة الأخيرة التي تحولت إلى إلكترونية 100%. كانت هناك يعني نقدر نستشف أنه في جهود لتطوير العمل البرلماني سنة بعد سنة. نعم، لما نتكلم عن موضوع الانتخابات على سبيل المثال، وفي وعي برلماني وثقافة برلمانية. هو الوعي يتطور بشكل عام، لأنه كيف يتشكل الوعي ويتطور في المجتمع؟ بتطور الحياة العلمية الثقافية الاجتماعية الاقتصادية. نعم، إذا تطورت هذه العوامل كانت مساعدة في المجتمع، بطبيعة الحال وعي الفرد يزيد يعني بشكل كبير. نفس الشيء وسائل الإعلام عندما تنقل هذه الأمور يعني هذه الأعمال بشكل عام إلى المواطن يتفاعل، هذا الشيء أيضا يصنع أو يعزز حالة الوعي بشكل أكبر. فهي عوامل، إذا توفرت هذه العوامل ساهمت في تعزيز الوعي، والعكس صحيح يعني بطبيعة الحال. بهكذا نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، تحدثنا تفصيليا عن بعض أهم العناصر من كتاب الإعلام والشورى للكاتبة أحلام بنت أحمد الحضرمية. كل الشكر لك أحلام على قبول الدعوة وعلى هذه الأجوبة التي استشفيناها من خلال الحوار معك اليوم. شكرا لكم بلقيس على هذه الاستضافة الطيبة، وآمل أنها كانت يعني خلنا نقول مقابلة مثرية بالنسبة للمشاهد والمتابع. شكرا لكم.